ناخد موقف الزمالك واحده واحده كده، نبتدي برضو بباتشيكو. هل حضرتك مع الكلام اللي بيقول نمشي باتشيكو ونجيب مدير فني دلوقتي الله اعلم هو هيبقى ايه، يعني مصري ولا اجنبي، ولا نجيب مصري ويقعد يمشي شويه وبعدين نجيب اجنبي وبعدين ما يمشيش، مع راجل لعب 25 مباراه في ال 25 مباراه ما خسرش غير اربع ماتشات بس، وبما انه في ازمه فالناس قالت لك اسهل حاجه المدير الفني. راي حضرتك ايه في قصه المدير الفني وباتشيكو؟ هتحمل لا حاجه؟ لا انا مش مع ان المدير الفني يمشي، بس بحمله مسؤوليه الاداء الفني يعني ماشي. يعني في اخطاء بتحصل يعني ماشي. يعني ما ينفعش في بديهيات في الكوره دلوقتي الزمالك ما يعملهاش، زي او الاهلي ما يعملهاش، او الفرق الكبيره ما يعملهاش. يعني يعني زي ما كنا زمان بيعلموا اللعيبه استقبل الكوره ومرر الكوره وتحرك ازاي، في حاجات اساسيه لازم تتعمل دلوقتي مثلا وبسرعه كده، عشان انت يعني لما نيجي نتكلم في تفاصيل فنيه يبقى الواحد محتاج يتكلم كتير، بس انا هحاول اختصر يعني زي تويتر كده يعني. ايوه 140 140 كلمه ولا مش عارف ايه. من افضل عروض الزمالك في الفتره الشهور اللي فاتت لما كان بيسجل له أهداف بن شرقي، أوباما، مصطفى محمد، إمام عاشور، زيزو، تنوع خمسة دول، تنوع الخمسة ده مش كفاية. ده مش كفاية، أنا قلت لك إن اللي بيسجل في الأهلي تسعة ماشي، والموسم اللي فات كانوا 17 أو 18 لعيبة على مدى الموسم، أنا بتكلم تسعة دلوقتي من بداية الموسم لغاية دلوقتي في الدوري ماشي. بس ماشي، فدي تفرق يعني لما تنوع الهدافين. ولما لعب امام عاشور في 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 حركه ديناميكيه في اداء الزمالك، وبن شرقي لما كان بيلاقي جبهه كان اداؤه احسن، زي رمضان صبحي لما كان في الاهلي وفايلر جاب له اجايه وعلي معلول، فابتدى رمضان يلعب مع الاثنين دول 1 2 او 1 2 3 فلمع جدا رمضان. لكن لما رمضان صمم زي ما بن شرقي مصمم دلوقتي انه يفوت من واحد تت تت ويعمل اللعبه بتاعته، شرقي بيعلق رجليه ويحاول يعمل التفويته ما بقاش يفوت دلوقتي، لازم هنا بقى باتشيكو لازم يحط له اساسي، يحط له عبد الله جمعه او فتوح، والثلاثه ده نظام. ونفس الحكايه بالناحيه اليمين، اذا ما كانش فيه ما فيش حاجه اسمها جناح لوحده، جناح يعني ثلاثه ماشي، ظهير يعني ثلاثه، ده مينيمم. نفس الحكايه شمال ويمين، فده لازم يبقى موجود في الزمالك مش موجود. انت بقى انا بنصح باتشيكو يعني اذا كان يسمح يعني بجد يعني لازم يلعب بالثلاثه اذا كان عايز ساسي وامام عاشور، وما تضيعوش امام عاشور منكم لان انتم امام عاشور عالي جدا، وبعدين حصل برضو انتوا هزيتوا ثقته في نفسه قعدتوه وهو في التوب فورم عشان ساسي يلعب، وساسي من وجهه نظري مهم جدا للزمالك، واداؤه التكتيكي اتغير بقى بيخش ال 18. صحيح ساسي كان بيتقدم لكن ما كانش بيدخل ال 18، دخول ال 18 ده باكبر عدد من اللعيبه، دي حاجه مهمه من بديهيات الكوره دلوقتي. فلازم يبقى يعني ساسي وامام عاشور العب بثلاثه في وسط الملعب، بس مش معنى كده كل ما حد يقول ثلاثه في وسط الملعب يقول لك ايه ده، لا مش ثلاثه مدافعين، اثنين ثلاثه ارتكاز، لا طبعا ما مش بس استفيد من ساسي ومن امام عاشور، ولما الفريق يفقد الكوره ساسي هيعمل نص دور دفاعي، لكن امام عاشور وطارق هيعملوا دور دفاعي كامل، ولما الزمالك يمتلك الكوره امام عاشور وساسي هيعملوا دور هجومي كامل، فبالتالي الزمالك يبقى عنده اتنين بيزيدوا من نص الملعب. بلاش حكايه الارقام يعني يعني الناس ما تتعاملش مع الكوره اللي هي لعبه كلها ديناميكيه وحركه وتبادل للمراكز على ان دول ناس كل واحد ساكن في حته، زي ما مشكله زيزو دلوقتي انه من غير جبهه، فالنتيجه ان زيزو بقى ساكن في الجناح اليمين، ساكن مقيم يعني يعني عنوانه ابعت له ايوه لا غلط. طيب شايف ان التعديلات كل ده لازم يتغير في الزمالك، طيب دي مسؤوليه باتشيكو.